هو اصلا مين بنو اسرائيل؟ اسرائيل هو اسم من اسماء سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب ابن سيدنا اسحاق، وسيدنا اسحاق ابن سيدنا ابراهيم. سيدنا يعقوب او اسرائيل ده كان ليه 12 ولد، منهم سيدنا يوسف واخواته ال 11، وفي اقاويل بتقول ان كان في بنت هي رقم 13، بس انا مش متاكد من المعلومه دي بصراحه. وطبعا ال 12 ولد دول اللي هم اولاد سيدنا يعقوب كان في منهم 10 كبار، وكان سيدنا يوسف يعني الاب الاخير، وكان في اخوه الصغير خالص. فاخواته الكبار كانوا بيحقدوا عليه لان هو كان محبوب عند ابوهم اكتر منهم. ففي يوم من الايام قرروا ان هم خلاص هيخلصوا منه، بس انتهت المداولات بينهم ان هم مش هيقتلوه بس هيحطوه في البير وهو نصيبه بقى. وفعلا سابوه في البير لحد ما جت ناس اخدوه وراحوا بيه على مصر، وحصلت له بقى مغامرات وحصلت له حاجات كتير جدا. دخل السجن فتره وخرج منها بعد كده، وانتهى بيه الحال ان هو بقى في منصب ما يعادل دلوقتي وزير الماليه. وبعد ما بقى وزير الماليه حصلت له شويه مغامرات كده مع اخواته، المهم في الاخر اتصالحوا مع بعض وجم عاشوا معاه هو وابوه وامه في مصر. ودي كانت بداية اليهود في مصر. اليهود اصلا ما كانوش عايشين في مصر، اليهود جم في مصر على حس سيدنا يوسف. وبعد كده جه من سلالة سيدنا يوسف سيدنا موسى، وحصلت المغامرات بتاعته مع فرعون وبنو اسرائيل، وفي الاخر خرجوا بنو اسرائيل من مصر علشان خاطر يهربوا من فرعون. وحصلت الاحداث الاخيرة زي ما احنا عارفين، فرعون مات هو وهامان اللي هو الوزير بتاعه والجنود بتوعه كلهم، وانتصر سيدنا موسى وبنو اسرائيل. بنو اسرائيل دول طول عمرهم متعبين وطول عمرهم دماغهم تعبانة. بعد ما ربنا بعت لهم سيدنا موسى وانقذهم من فرعون، راحوا برضو عبدوا الاصنام، خدوا عجل كده، حد كده جالهم وقال لهم تعالوا نعبد العجل ده، وفعلا راحوا عبدوا العجل. تحس ان هم من زمان متخلفين عقليا، ما تعرفش في ايه. فطبعا ربنا عشان يعني يعاقبهم على اللي هم عملوه ده، حكم عليهم ان هم هيتيهوا في الارض لمده 40 سنه، هيقعدوا تايهين في الارض كده مش لاقيين مكان يقعدوا فيه ولا مكان يلمهم. في الوقت بقى بتاع التيه اللي هم كانوا تايهين فيه ده، ربنا امر سيدنا موسى ان هو يصنع تابوت ويحط فيه العصايه اللي حارب بيها فرعون، ويحط فيها كمان الواح التوراه، ويبقى ده كيان مقدس كده خاص باليهود. ومن سلاله بقى بني اسرائيل جه سيدنا داوود، ومن بعد سيدنا داوود جه سيدنا سليمان حكم الارض وبقى الملك في الوقت ده. ولما كان سيدنا سليمان هو ملك الارض، عمل ترميمات للمسجد الاقصى، شيء طبيعي جدا لان المسجد الاقصى هو عباره عن مبنى، فبيحتاج ترميمات، حاجات وقعت، حيطه محتاجه تتظبط، فهو اللي عمل الترميمات دي، بس مش هو اللي بنى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى كان مبني لان اللي بناه هو نفس الشخص اللي بنى المسجد الحرام، واحنا عارفين ان المسجد الحرام اتبنى على يد سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل. وبعد ما اتبنى المسجد الحرام ب 40 سنه اتبنى المسجد الاقصى، فاللي بنى المسجد الحرام هو اللي بنى المسجد الاقصى اللي هو سيدنا ابراهيم. فده كان من قبل بني اسرائيل بكتير، يعني سيدنا ابراهيم هو اصلا من احفاده سيدنا اسرائيل وبنو اسرائيل، فمش هم اللي بنوا المسجد الاقصى. فلما اتعمل ترميمات للمسجد الاقصى اتحط الهيكل بتاع سليمان اللي هو الهيكل المقدس ده، محدش متاكد قوي من المكان بتاعه، بس هو تقريبا اتعمل في المكان بتاع قبه الصخره، مسجد قبه الصخره، وليس المسجد الاقصى، لان المسجد الاقصى ده اكبر من كده بكتير. بس بعد كده بفتره بقى انهارت بنو اسرائيل وانهارت الدوله بتاعتهم، ومبقاش معروف مكان هيكل سليمان فين بالظبط. ففي ناس بقى فاكره ان هيكل سليمان موجود تحت المسجد الاقصى، بس هو مش موجود فعليا، هو خلاص مبقاش موجود في المكان ده. فالمسجد الاقصى وملحقاته ومشتقاته دي كلها ممتلكات دينيه ملهاش علاقه ببنو اسرائيل ولا غيرهم. يعني لو في ناس من اي مكان في العالم يقدروا يتعبدوا في الحاجات دي ويستخدموها في العباده، ولكن هي مش ملك لشعب بعينه. لكن ده مش معناه ان انت لما تيجي تدخل المكان ده وتقول ان دي ارضي انك تطرد اهلها منها، لان ده مش منطقي. يعني مثلا المسلمين لما جم يفتحوا مصر، مصر في الاول كانت بلد قبطيه، كان السكان بتوعها اللي هم الاقباط اللي هم المسيحيين. فلما المسلمين فتحوا مصر ما جوش قالوا تعالوا اقباط اخرجوا بره البلد، انتوا مالكوش حاجه فيها واحنا المسلمين هنقعد فيها ونتربع وناخد خيراتها، ما حصلش الكلام ده. اللي حصل ان المسلمين اندمجوا مع الاقباط، ولغايه دلوقتي في عندنا مسيحيين في مصر، واحنا بنعاملهم زي كانهم اخواتنا، وبنذاكر مع بعض وبنخرج مع بعض واصحاب، كل حاجه ما بيننا منخرطين فيها مع بعض في الحياه، بعكس الاسرائيليين. بنو اسرائيل مش عايزين يعملوا كده، بنو اسرائيل عايزين يدخلوا فلسطين ويخرجوا اهلها منها وهم يبقوا هم سكان الارض. الموضوع يا جماعه مش موضوع دين، الموضوع موضوع ان انت دخلت ارضي وعايز تخرجني منها، فالصراع مش على الدين، الصراع على الارض. فلو الصراع على الدين فانت مش من حقك انك انت تقول ان المسجد الاقصى وهيكل سليمان والحاجات دي هي ممتلكات لبني اسرائيل اللي هم اليهود، لا، دي ممتلكات دينيه لعباده الله الواحد الاحد، فاي حد يستخدمها في العباده من غير ما نقول ان هم منسوبين لشعب بعينه. ولو الموضوع مش موضوع دين فهو موضوع ارض، ما ينفعش ان انا ابقى من سكان الارض دي انا واجدادي واجداد اجدادي، وتيجي انت تقول لي تعالى انا هدخل ارضك ومش مش هقعد بقى معاك فيها، لا، ده انا هخرجك منها. ففي فرق كبير جدا بين اللي حصل في مصر. مثلا السوريين دخلوا مصر، السودانيين جم دخلوا مصر، الناس دي عاشت معانا ووسطينا كانهم اهلنا وبنتعامل مع بعض،
بعض، ما جوش دخلوا وخرجونا من الارض. ففي فرق كبير بين ده وده. ولو على الفلسطينيين كده كده هم مش هيسيبوا بلدهم ولا هيسيبوا ارضهم حتى لو كلهم ماتوا فيها من اولهم لاخرهم.